وعباد الله شد الشي البارصة هادي ماشي المغرب. السلام عليكم اخوتي، مرحبا بكم في حلقة جديدة في فيفا. مهم نحاولوا نجربوا نلعبوا بالمغرب وكرواتيا، نخليهم يلعبوا راسهم اخوتي ونشوفوا شكون اللي يربح. شوفوا التوقعات ديال فيفا اشنو غادي يديروا، شكون اللي يربح، واش المغرب ولا كرواتيا. ومعنا صديق ديالنا رضوان. مرحبا بك ابو رضوان. مرحبا الله يحفظك. تفرج اليوم في المنتخب شويه غيدير. ومهم معنا رضوان نيت غنشوفو ندخلو نيت الماتش ونشوفو اللعاب اللي هما ديجا واكلين الدق متين اللي ما غاديش يلعبوا، نحاولو نحيدوهم باش نخليو داكشي شويه واقعي ونجربو الامر كيفاش داير. يلا سرعة الله. اوكي خلصينا في لباس، غندير لهم الازرق وحنايا نديرو اللون الابيض ولونسي نشوفوا المباراة شنو غيكون فيها، شكون غيربح، واش حنا ولا هما. اطلونس اخوتي هادشي هذا، تبارك الله. ويلي الكاميرات الكانونات الجماهير، ويلي ويلي هادشي ناضي اخي رضوان. وي مودريتش ما تربحناش اخي، مودريتش اليوم ما تربحناش اخي. برد مع راسك. اوكي هو تلونسا الماتش، جو بونس عطونا التشكيله دابايا وغادي يديروا النشاط الوطني. تيران عامر تبارك الله، ضروري سيس او كابيتانو عميدي. عميدي ولدي سيس، ذاك هو القلب النابض للدفاع. كرواتيا في مواجهه المغرب، المباريات الاقصائيه تختلف. التشكيله داخله كامله مكموله، هنا لا يوجد مجال للتعادل او التعويض، اما ان تستمر في البطوله او توسع المسابقه. لا توجد حلول وسط، هذا ما يزيد الاثاره ويزيد الضغوط. النشيد الوطني الكرواتي اخوتي كيبدا دابا. شوفوا لي اخوتي التوقعات ديالكم، شنو شحال الاهداف غادي يكونوا، شكون اللي يغلب اللعيبات، كتبوا لنا في التعليق ديال تحت من الفيديو. النشيد الوطني غيبدا دابا ان شاء الله. الله ويلي ويلي من شعار الله الوطن الملك. جبونس اخي رضوان، هذه السابع مره كيتقرا النشيد الوطني في التيرانات ديالنا هنايا. النشيد الوطني سابع مره، سابع مره غدا السابع، غدا السابع حنا سبقنا غدا قرينا اليوم. تشكيله ديال كرواتيا ديال 4-3-3 اوكي، لاعبين بالتيم ديالهم كامل كامل. كلشي كاين تما، كلشي حاضر. اوكي ياخذوا صوره جماعيه كما كتلاحظوا معايا. اوكي الفريق ديالنا كلشي مبليسي، كلشي كيعرج مالهم. انت ديك الصلعه مبليسيه مسكين. دهنا في زيت العود. أربعة ثلاثة ثلاثة. مدرب وليد الركراكي. أقرد ما كاينش مرام بلاصيه اليميق. بليسي. بليسي بليسي. نشوفوا. كيما العادة. نشوفوا شو توقعات ديالك رضوان؟ كيما العادة جوج لواحد. جوج لواحد. جوج لواحد إن شاء الله. الله الله مدريش شعرو بيض. سير على الله. بدات المباراة أخوتي. نتمنى نزيروهم، نتمنى نزيروهم. اش بتخليه يلا حيد كره كوفازيتش. يلا ناري ناري كره ضائعه ديالنا ديالنا. برد كرتك اخي السيس، شو السيس كي كيلعب واثق من نفسه. يلا مرابط سير ملاح وطن المغربيه. سيري سير سيري. يا 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 ما فيها والو، ما فيها والو. تزاد حب جوج، طاحوا بجوج. يلا مرابط حتى واحد ما يدوز مرابط. سير سير حيد حيد كره سوبر ماريو. سير نصيري نصيري ما طمعش نصيري فرق. سير بوفال بوفال ما تزوقش. بوفال كيزوق هادشي اللي ما كيعجبنيش.
ثلاث مرمى فيك تر بزاف ابو فهد ديما 37 سنه عند مودريتش لوكا مودريتش في الشريحه ود الوزن 66 كيلو جا ولا مميز جدا في اللعب مع الزملاء فضا ايه فرقه فرقه قصر جدا من اجل نقل الكره وفتح الملعب في الملعب الله عندنا وناحين نحلف في الوسط ديال الباصه على سما قالوا الزلزولي تا هو راه ناضي الصاد الزلزولي اما ما عرفش باقي ما تعطاتوش فرصه مزيان ولكن مع البارسا راه لعب مزيان اخي برك اهداف زوينين او سير ملاح ملاح تدواز لا خويا سير 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 عطيه الله عطيه الله دوست مزراوي سير عاد عطيتيني تيري سيري تيري وعباد الله شد الشي البارسا هادي ماشي المغرب البارسا هادي ماشي المغرب هاديك بوفال جيجي بوفال الهدف الاول هاديك سماح اخو سماح هاديك اخي بوفال بهدف رائع باش عجبوني كيدوروا كره هادشي اللي عجبني انا تيكي تاكا تيكي تاكا المغربيه البارسا هادي ماشي المغرب تبارك الله شو 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 باصات تبارك الله الكور داخ ما عرف كاع فين الكره تمشي فين ناضي اخي بوفال جيجي 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 واخا ضيعتي قبيله داك طلعه ولكن جيجي برافو عليك برافو برافو اخي بوفال ونيحي شكرا للدراري كاملين البيت الاول ديال بوفال في الكوب دي موند ان شاء الله نتمنى النتيجه نتمنى نجو التروازيام في العالم يلا مرابط يلا مرابط يلا الدبابه هذه مرابط تخليوش ما تخليوش ما تخليوش ما تخليوش لا برافو 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 ليميق ليميق اخويا برافو عليك اول يلا اوناحي سير طلع طلع ما حد ملاح يلا املاح فرق مع اصحابك املاح بوفال سيري 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 اوه ماي جاد نصيري برافو عليك جود جاب خويا جود جاب الجول في المكان المناسب حيدها جيش جيش هادشي ناضي اخوت حكا مزيانة حكيم كحك الكرة المهم ساعة الله كان كيسون تري ما كاين حدا حتى سير على الله عاود خرج الاخر اوه زياش مرابط مرابط سير بوفال زياش بوفال بوفال والهدف الثاني او ماي جاد الهدف الثاني بوفال بغينا الهدف الثالث بغينا الهاتريك ويلي 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 بوفال بوفال ضرب شي ريد بول اليوم ولا شي دكه ديال تاي معشبه ولا شنو شو مغاربه اولي ويلي 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 لا ترى من هنا راه زوينه من هنا واعره الصاد المرمى اي مجال للتصدي برافو برافو ما عنده ما يشد فيها ما عنده ما يشد فيها جيج جيج نتمنى هذا الشيء اللي كتشوفوا حاليا يوقع غدا حنا راه مخلين الكمبيوتر هو اللي يلعب بوحدو ونشوف شنو كاين نتمنى هذا الشيء يوقع غدا ان شاء الله سير سير زير زير مرابط ما تخليش بلاند حنا دابا رابحين بجوج راه مزيان لا خير دور مزيان مزيان الى زدنا الثالث الى زدنا الثالث نقتلوا كلشي نقتلوا انا نرتاحوا ما تخليوش يدوز ما تخليوش يدوز يفرق هذاك بيت باين 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 مشكله دابا مشكله سخنوا اللعب سخنوا هادو سخنوا هاد الكرواتيين هادو مصاخير مجاهدين 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 هاني هاني باقي الامل باقي الامل شتي عرفتو غي باسي غي ماركي اش ملي كي باسي كتخوى داك البلاصه شو شو حط عليه مقنطه عنده ما يدير بولو عنده ما يدير مشى عليها ولكن صعيب صعيب واخا ما تكون فهمتيني احسن حارس في العالم ما يقدرش يشدها صافي راه ملي كتيريها كتمشي منير بردو بردو ما تخلعوش راه هما رابحين بردو بردو كرة سيروها بالعقل فرقوا ان شاء الله يكون الربح زيدوا لنا الثالث الثالث حكيم الزياش مازال الشوط الثاني سير سير فرق مع صاحبك تداوز لا الزواق لا تيري ناضي زياش انا كون قلنتها في القنت اللي على اليسر كوماركا يلا حكيمي شي تقليعه زوينه اخي حكيمي ما حكيتيهاش مع الارض وحكيمي اوكي شير المدام ديالو تقلع كراس
كان غايباسي او جاي غايباسي لزياش كيلعب مع زياش رجع له جوبونس زياش ناضي ناضي زياش تيري مرابط بيدي المرابط بيدي المرابط مرابط مرابط يلا اصلع هو المرابط خويا رجع رجع اخويا رجع 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 اخويا مرابط حيدها حيدها المرابط ما تخليهش لوكا مودريتش مخصيش يدوز مخصيش يعني بصلوا هنا بقي دوروا كرة علينا هاي ماركيو نايس عطيت الله برافو شو اخوتي واخا ضيع عطيت الله ذاك المرة ضيع بيت زوين راسو راس المرمى ما خصناش نحقدوا عليه صراحة متي انت وراه مغربي بحاله بحالنا ما خصناش نحقدوا عليه واخا دار غلط ولكن عادي راه كلشي كيغلط اخوت الان تصل المساندة ماشي كلشي تيكون في نهارو متي ضروري انسان كيغلط ضروري انسان كيعيا راه ما نفس الطريقه اللي غايديروا لنا عاوتاني ديال البيت ديال قبيله الله يحضر السلامه ما بغيناش حيد داكشي حيد داكشي باينه 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 قريتهم قريتهم تعادلوا معنا دابا مشكله لاعبين باسكيت دابا مشكله اخوتي التعادل يخدمون هذا الشرف اللي جوج لجوج في الشوط الاول مشكله المرمى لانقاذ الكره تمركز في المكان السليم اكستيريو الحرام اكستيريو ما دمجت فيها بون هذا رقم 4 عندهم راه مسخوط هذا كيعياش هذا ديال انتر ميلان ما كيعياش ما كيعياش يلا يلا قلت جابها المغرب يلا ماشي مشكل ماشي مشكل جيبوها جيبوها سير اخي وناحي افرقوا مع بعضياتكم ما تخلعوش تزاوز بزاف نقصوا منهم بعض المرات كتكون راس راس برا باش يتيري ولكن ما كيتيريش هاني هاني طلعت هذو اللي كيخلعوني ديال كرواتيا طلعت ديال كرواتيا ولا كيخلعوا مرابط مرابط يلا خي مرابط توغل هجومي في المساحه على طول مشكله مشكله خي نايس سيس مرابط مرابط سير بوفال نصيري وناحي وناحي كيطلع بها وناحي كيطلع بها ناي او بعيده شويه بعيده اوف اوف سايد فيها شروط وتخرج الى كيف تسلل لا تمس بلي بحال الزرايه تشي تشوش ما فيهاش اوف سايد وكسا خصنا ماركو بيت الثالث ملعوبه الى كره دقيقه 45 دابا غيصفر الحكم الوقت المضاف هو دقيقتين لهذه المباراه يسال الشوط الاول دابا حاليا اخوتي يا ربي صفر ما ماركيوش يا ربي صفر صفر حكم صفر حكم صفر حكم صفر حكم صفر العب السونتر غير صفر العب السونتر غير صفر مشكله كرواتيا والله تا مشكله خير قضيه حامضه قضيه مزيره قضيه مزيره اخويا عرفت هذه التماركه وفي الدقيقه الاخيره ديال الشوط الاول نلعب السونتر غير صفر انظر الى حارس المرمى تا هي دايره في مجال الكره كان صراحه يشدها بونو كان قريبه لي ما عرفتش تكليتشا دازت حدا يدي ما عرفتش اخي كيفاش المهم نلعب العب السونتر غادي صفر نعاودو نعاودو ان شاء الله يلا تشجيعات ديال المغاربه في المدرجات ان شاء الله شجعونا باش نحاولوا ماركيو يلا العب السونتر غير صفر باينة باينة بغينا صراحة يصفر قبل ما يتماركا ولكن ماشي مشكل في ملعب البيت مشاهدينا ماشي مشكل جماهير كرواتيا محيها بونو كيهضر مع بوفال يمكن بوفال مول جوج البيوت اوكي ماركا ومسخر ماركا نتمنى يماركي بيت الثالث في الشوط الثاني يجيب الهاتريك ان شاء الله يجيب الهاتريك ديالو هذيك حكيم هذيك مدريتش خويا تخسروا ان شاء الله الشوط الثاني كيبدا خوتي حاليا كره عند النصيري تنطلق الان 45 دقيقه اخرى من هذه المباراه زياش اوكي نايس من المدرب يدير شي شونجمونات تدخل صابيري شي اللي بغينا حنايا سير سير نصيري نصيري يرضي عليك نصيري نايس نايس شو بحال ما بغاش يفرق طلعت ديال كرواتيا ولات كتخلعني اخي رضوان طلعت خايبين شويه طلعت خايبين شي كيطلعوا هما كيفرقوا كره شي كره كتدور عندهم شوف كره ما كتجلش شيش كنقول لك رضوان كره ما كتجلش عندهم لسوء الحظ اخوتي لسوء الحظ الفيفا الفيفا هادشي اللي دارت معاه جاب الهاتريك وضحرة
ما بغيناش هذا الشيء يوقع اخوتي، ما بغيناش هذا الشيء يوقع. نشوف الهدف، ما بغيناش هذا الشيء يوقع. شي كره كي كدور، حنا بغينا بحال هكا الكره تدور بحال هكا. هاني 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 ماشي مشكل، غير خاسرين بجوج، نحاولوا نجيبوا التعادل. يلا سير اربع اهداف لهدفين، سيروا سيروا واثقين فيكم. وناحي وناحي فرق اخويا فرق الشيء كنلاحظ كل واحد كيعتمد على راسه، كتفرقوا اخوتي. لا 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 واه اصلا كان في اورجو، لا لا في اورجو معطلين في التفراق. اه طلعت هذو ملي كيخلعوني، ها طلعت هذو. شكون كره كي كتمشي؟ شوف انطلاقه واحده لمنتخب كرواتيا. ناضي 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 اليميق، فرق فرق اخويا. الكره بتتخلص في هذه اللحظات مرتده، كيبغي شي يفرق الكره بالزربه هاكا. سير هنا ها وحدك، الوسط 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 الوسط، لعبوا الوسط. يدخل فيها الى عمق، تيري ناض ناض بوفال بوفال هاتريك. برافو اخويا بوفال جاب الهاتريك اخوتي. انتم اللي تجيبوا الهاتريك، حنا عندنا اللي كيجيب الهاتريك. حيد عليا، برافو برافو اخي برافو. جي 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 اخي بوفال، باقي الامل باقي الامل باقي الامل، باقي لنا واحد نجيبه ان شاء الله. جي 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 واعره شي من يفرقوا كره، النتيجه طلعات. شو ها فرق كره ماركه، نشوف المهاره التهديفيه قد دوز هكا كتلف ما كتعرفش من تعطي. نايض يا اخي بوفال، شويه كانت غادي تضيع شويه. جي جي اخي بوفال لياميق ونحي كيهنؤوه بالهدف ديالو. اوكي الكره الان عند كرواتيا، نشوفوا شنو غيطرا. نتمنى نعدلوا الفريق اخوتي، نجيبوا التعادل. شدوا هذا غادي منير، شدوه شدوه. كرامريتش يتقدم بالكره باتجاه، يلا يلا مرابط مرابط مرابط. لا 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 وصلت لي، ما بغيتش ما بغيتش. لا مع لوكا، واو مستحيله يا لوكا، ضربه بزاف بزاف صاحبي. شو ما اليوم والله تحشمني مكان في الملعب. يا سلام حتى المرابط ما زادش اللي عنده، خلاه شو المرابط رجع للور على الهدف هنا من خلال الشيء. شوف التمركز الثاني كالي زيد حيد صاحبي، في انتظار الكره قصع تعمدوا على السيس بوحدو على اليمين مودريتش. اه هاني 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 اتس فاين اتس فاين. جيبوها جيبوها، 5-3 السطرة باسكيت هذا مابقاش. باقي ما غيزيدو 6. ماش مال وصلت لي كوفازيت فرصة لليميق. يلا نحرج ليك، يلا اخويا ماش مالو. نايس بونو، نايس بونو، اول مرة تاكل لنا شي واحد. اي ماش مالو يا صاحبي. يلا اطلق كرة بالزربة، استنى نمشي طلعو الهجومي مع خيارات ممتازة. الوسط هو لا 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 ما داك تعطل. اوه بوفال صح، راه دقيقه 66 الدراري يا ربي تمرك عليهم. هيدا لا 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 اخي اطلع، شوف ما شكونش يطلع كنتخلع. نايس نايس نايس، عطيت الله مرابط. سير سير راه حنا تايقين فيكم. سير يوسف النصيري، عطيه خويا كرتك سيري ما تطمعش. فوالا سير والخاوي، عطي الخاوي ما تعطيش للعامر. فوالا طلع زوينه. لا 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 كتبقى كيبقى يتقلو كره الصوت. شوف 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 جري حكيمي، جري حكيمي ما يديهاش. لا بس كاين تما حكيمي، حكيمي راه هو اللي كيجري الصوت. سير سير اليميق مرابط يوسف النصيري، نصيري سير سير ونحي فرق فرق اخويا فرق. خلاص وسط خلاص وحدك وحدك فوالا، اطلق لي اطلق الزواق. لا زوينه سير سير. وناحي ويلي 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 هذاك اخي وناحي، برافو عليك برافو عليك ويلي. ماتش هذا ماتش اسطوري هذا الصاد، ترى الباسكيت ما كاينش شحال من بيت اصاحبي، راه ما يمكنش. تبارك الله، شوف 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 تبارك الله، شوف واو واو واو. اغلب الى حتى معايا رضوان اغلب البيوت جاوا بهذه الطريقه ديال باستير، اغلب البيوت ماشي خشع فيهم الكور والو مسكين. جي جي اوناحي اخويا برافو عليك برافو. ان شاء الله ان شاء الله نجيبوا التعادل، ان شاء الله نجيبوا التعادل. مازال شويه الوقت، شحال الساعه حاليا؟ 76 دقيقه اخوتي، قضيه مزيره شي شويه. ما خصهاش يماركيو، ما خصهاش يماركيو دابا، زيرو تبعوه اكل الطراب معاه صاحبي.
ايفان بيرتز. لا 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 ما بغيناش هذا الشيء وقع. ماضي والله حكي بس شنو حالي بونو 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 اخويا او ماي جاد يلا طلع ديالكم جيبوا التعادل خرجوا بلانتي نزلمتوهم يلا سير سير طلع ديال الكاميرا يلا سير فرق مع صاحب يلا فرق مع صاحب سير زوينه سير زوينه زياش الزواق لا لا زياش ويلي زياش ويلي مدريش خرج داروا فرق كرواتي داروا سونجمو اوكي تمنى من الفرق المغربي تما يديروا سونجمو شي سونجمو يدخلوا لنا شي لعابه يكونوا زوينين صابرين ما كاينش سبع دقائق على نهايه اه فرقوا كره اخوتي بغينا التعادل اخوتي راه دقيقه 84 الله يرضي عليكم الله يرضي عليكم مراب ديالك ناري اخوتي ناري كيضيعوا كره دابا كيضيعوا الوقت كيضيعوا الوقت وصلت الى بيريزيتش اخوتي كيضيعوا الوقت وصلت الى كراماريتش جول بونو 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 سير سير طلع ديالنا سير طلع ديالنا دقيقة 88 تعادل سير 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 المرابط سير نصيري نصيري اخويا كت اويلي اخويا دقيقة الأخرى دقيقة 90 رضوان نتمنى ما نخسروش هنا اعتراض ناجح لا 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 عطينا جوج دقائق شو مالك الحكم جوج دقائق شنو نديرو فيها صافي راهي صفر دابا خسرنا خير دوار شنو نديرو ما عندي ما نديرو ماراثون هذا الماتش ما ماركاو الدراري ولكن ما كرة هي هذي كرة هي هذي وهادشي اللي هادشي اللي حكمت عندنا الفيفا كما كتلاحظوا معنا خوتي عطاتنا 5-4 ياك 5-4 اللي خرجنا ياك 5-4 وي الدراري كلهم لعبوا اخوتي هادشي اللي كاين هاني ماشي مشكل مره اخرى داروا الدراري اللي في جهدهم وشكرا لكم بزاف تمنى تعجبكم اخوتي هذا الماتش هذا الدراري باقي ما لايكاوش لايكيو شكرا لكم بزاف اخوتي شي كلمه اخي رضوان ان شاء الله نتمنى غدا نربحوا ان شاء الله نتمنى النتيجه بحال هكا بعدا ما بغيناش نكون النتيجه بحال هكا بغينا نربحوا ان شاء الله غدا ان شاء الله يكون خير اخوتي يلا شكرا لكم بزاف تلقى ان شاء الله فيديو اخر بيس لكم والله حتى الماتش ميول